الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن الثابت والمتغير، وهنعرف يعني إيه ثابت ويعني إيه متغير. مثال هنوضح بيه الثابت والمتغير. لو بيقول لك لو عندك سعر القلم الواحد 2 جنيه، فعاوز يعرف 3 أقلام تكلفتهم أو سعرهم هيكون بيساوي إيه. طبعا سعر القلم الواحد 2 جنيه، لو قلت 3 أقلام يبقى هقول 2 زائد 2 زائد 2 اللي هو بيساوي 6 جنيه. في حل أفضل من كده، وهو إن أنا ممكن أضرب 3 أقلام في 2 جنيه فبيساوي مباشرة 6 جنيه. مش هقعد أجمع أنا وأقول 2 زائد 2، طب افرض كانوا مثلا 8 أقلام، فبالتالي هكتب 8 اتنينات والموضوع هيكون صعب في الجمع أو هيكون طويل. بينما انا ممكن اضرب 8 مباشرة في الـ2. طيب لو عندي 4 أقلام يبقى 4 ايضا في 2 بيساوي 8 جنيه. اذا سعر 4 أقلام بيساوي 8 جنيه. طيب ايه اللي ثابت عندي في المثال ده؟ اللي ثابت عندي في المثال ده هو سعر القلم الواحد. سعر القلم الواحد دايما بيساوي 2 جنيه، والمتغير هو عدد الأقلام، مرة كانوا 3 ومرة كانوا 4 ومرة كانوا 8 ومرة كانوا 8 ومرة 12 على حسب العدد. طبعا العدد بيتغير معايا، فبالتالي بسمي العدد أو بسميه هو المتغير عندي، والثابت هو سعر القلم الواحد. فمثلا لو رمزنا لعدد الأقلام دي بسين، رمزنا لتمن القلم الواحد بصاد، فممكن أعبر عن الموضوع ده بعلاقة، وهي إن صاد بيساوي 2 سين. ليه 2؟ علشان 2 جنيه، عشان سعر القلم الواحد 2 جنيه. طب لو 3 كان هيبقى صاد بيساوي 3 سين. 4 يبقى لو تمن القلم الواحد 4 جنيه، فكان هيبقى ثابت عندي في المسألة كلها، أو في المطلوب عندي أو المسألة اللي عندي، إن سعر القلم الواحد بـ4 جنيه، وبالتالي صاد كانت هتساوي 4 سين. دي العلاقة. بينما هنا سعر القلم 2 جنيه، فبالتالي قلت ص بتساوي 2 س. العلاقة ص بيساوي 2 س تسمى علاقة رياضية، تسمى علاقة رياضية. وطبعا درسنا النهاردة هيفيد أولادنا كتير في حياتهم. لو حب مثلا يشتري حاجة من سوبر ماركت أو من أي مكان وكان عددها كبير، يعرف يحسب تكلفتهم وسعرهم. مثال يقول لك يقدم أحد المطاعم وجبات غذائية بسعر 15 جنيه للوجبة الواحدة، ويضاف 3 جنيهات لخدمة التوصيل للمنازل مهما كان عدد الوجبات المطلوبة. يعني المطعم ده بيقدم وجبات سعر الوجبة الواحدة بـ15 جنيه. طب انت طلبت وجبة واحدة هتدفع 15 جنيه زائد خدمة التوصيل اللي هي 3 جنيه. طيب طلبت وجبتين هتدفع قيمة الوجبتين أو سعر الوجبتين زائد خدمة التوصيل، هي مرة واحدة خدمة التوصيل 3 جنيه أيضا. طيب طلبت 10 هتدفع أيضا خدمة التوصيل 3 جنيه فقط. فأول حاجة عندنا ألف، لو طلب وجبة واحدة بالمنزل هدفع كام؟ طبعا هدفع تمن الوجبة دي اللي هي 15 جنيه زائد خدمة التوصيل اللي هي 3 جنيه، وبالتالي 15 زائد 3 بيساوي 18 جنيه. اذا سعر الوجبة بخدمة التوصيل بيساوي 18 جنيه. طيب عاوز اعرف لو طلبت 3 وجبات هدفع كام؟ طبعا 3 وجبات يبقى اضرب 3 في 15، 3 وجبات في سعر الوجبة الواحدة اللي هو 15 بيساوي 45 زائد خدمة التوصيل اللي هي 3 جنيه. يبقى أنا دايما بدفع 3 جنيه مهما طلبت من عدد وجبات، وبالتالي سعر الوجبات التلاتة هيكونوا بيساوي 48 جنيه. هنسيب لحضراتكم جيم تحلوها وتسيبوها لنا في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.